تحية مجددة للإخوة الكرام الأحياء، يعني العقول حية، مرة الناس حيين، حتى الدجاج راه حي، واش الدجاج عنده عقل؟ والبقري والغنمي والمعيز والحوت راهم أحياء، كيتنفسوا كيتولدوا، لكن في المنظور العقلي فهم أموات، وكذلك غالبية ديال الشعب المغربي راه حي، يرزق، ما عرفتش شكون اللي كيرزقوه، كيتصحاب هو كيرزقو الله، وراه كيرزقو الملك، هو اللي يقطع ليك، هو اللي يسد ليك، هو اللي حبس عليك الرزق اللي كان جاي من عند الله ليه ديالك انت، شدو هو في السماء حبسو، خدا منو داكشي اللي بغاه هو، وصيفط لك داك الشويه اللي الخبز الكارم. يعني عندما تتحدثون عن ارزاق تحدثوا على الخبز الكارم، شعب ديال الخبز الكارم ينتظر السماء، والسماء ملي كتعطيك اش كتعطيك الخبز الكارم، لا ليكم ولا اللي فوق منكم شوية والاخرين والوزراء والنقهاء والحزقاء. انا كنظن بان كنا كاملين هضرنا على هذا السدود، سياسة السدود ان الملكية كتبان لها في واحد الارض جرداء قاحلة قبل ما يعلنوا بان غيولي تما وغتولي اراضي خضراء، لا كيشريوها، هي قاحله هذه الملكيه العلويه والمقربين لها كيشريو بالمتر بالكيلومترات، ولكن المتر لا يساوي شيئا، كيشريو ومن بعد يعلن على السد، والسد غيسقي هذيك الاراضي اللي خداو من عند هذوك كبار الفلاحين، هم هي الأسرة العلوية القناوية الصحراوية. كتعرفوا واحد المقولة ديال دابا، حنا عندنا المقدمة، ما عندناش لي روبو بحال اليابان، عندك مقدم كيعرف وقتاش كتخرج للخدمة وقتاش كترجع، ولا زهقتي ليه ما شافكش كيمشي للمارشي وكيسول جا عندك فلان، يا راه شرا بالتيخة، هو عارفك شريتي بالتيخة، وكيدوز عندك الزاق راه خدا واحد 250 غرام، ولا ياخدوها الجرامات، وين هنا وما عند مول القزبور، وكيعرفك كيقول لهم، كيرجع عند القايد تيقول له راه خدا قزبور طن طن، راه خدا اكثر من البارح والشهريه مازال ما دخلتش، وكيفاش تقدا اكثر من البارح، هذا واقيلا واخد الرشوه، وكيديروك تحت المجهر، فهمتوا كيفاش المخابرات تخدم؟ رئيس سيرفيس الودن والعين، العين مجردة ميكروسكوبية، الزبل اللي لحتيه كيعرفوك باش تعشيتي، لكن الناس اختصاص كيحل داك الزبل ديالك، سردين راه كلا وكلا وتا جلوف ديال الديسير كيحسبوه، كيعرفوك شحال، واش كليتي كيلو ولا جوج، الموساد المغربي. المصاب المصائب المغربية هي هادية، دابا فهمتو؟ إلا بغيتي واخا تمشي تغادر المدينة أخرى، هما كيتعاملوا بعضياتهم، عندهم مخابرات، غتمشي أنت ساكن هنا، أنا ساكن في كازا، مشي أنت بالرشيد ونتقدى، وبالرشيد غتعلم الدار البيضاء، هو يعرفوك باش كليتي واش شربتي
شحال تخلصتي واش خسرتي شنو تزاد عليك. كتخرج مرتك زعما تشري لها دبليج وتشري لها خاتم وسنسلة وزعما الاخرين ناسي. وكاين شي حوايج ما كيشوفوهاش هادوك، كيعرفوك باش كتاكل باش كتشرب واش غتقيه. التقيه كيعرفوها ديالك، كيعرفوك شحال كتربح وشحال خسرتي، واش الربح والخساره عندك هي هذيك. ولكن ما كيعرفوش الملك ديالهم الشفار، هاد المخابرات الخطيره. ما كتعرفش بان الملك كيسرق كلشي، ما كتسولوش الملك، ما كتقلبوش طرد الزبل ديالو. هو ما كاينش في اكادير، واكادير بحال راه فيها الماكله كطيب وكلشي، وكيتلاح داك الزبل. ولو لقاو شي عزيتوك عوزه، الناس ديال مكناس، هذوك عوزه ديال البخاري، اكثريه ديالهم كاينين في مكناس. مغاربه مغاربه، هما يعتقدون بانهم، ولكن مش حمين بالكحوليه، هما اللي خدامين ليه. الا هز دين مو شي بتي بان ولا شي كيدبو، هم ربو ما يقرب للزبل. هذا الزبل الملكي، ما تقربوش ليه. الزبل الملكي، الزبل الملكي. وعلاش نتوما كتدافعوا على الزبل ديال الملكية؟ الملكية زبل. كاينين رجال الخوت، هم قليلون، راه محسوبين ماشي على الأصابع، على الأظافر. إذا كان عندك شي ظفر ما ماشي بلاصتو، راه ناقصة عندك مناضل، المناضلين. الناس الحقانيون، اللوجيكيون، المنطقيون، كيشوف هنا وكيشوف هنا وتيقول علاش هنا ماشي بحال لي، هذا مغضوب عليه. هذا لا دخل عاد، دابا دخل عندي واحد للروم هنا وقال لك اجي مرحبا بك، القراعي كتسناك. شتي لا، وفين كان حموجي؟ ما تقولوش علاش اجي انت، كتقلبوا على دار تدوين ضد التطبيع، ولكن هادو اللي كيعيروا الناس اخرين ما عندكش مشكل، لك انت اللي كتخلصوا باش يعيرني انا. هنا فين كنختلفوا. وكتعتقدي ايتها العلويه الكبيليه الزائله، راه الكبال عنده غير واحد لوقيتو، الا ما قطفوش الناس كيموت بوحدو، كيخماج. انت خماجيتي يا العلوي، خماجيتي والله، ما بقي حد يتقداك. انا اعجب هادوك الناس اللي كابرين في البرك المائيه، كيتقد داك الكبال الخامج مازال كيطمئنوا، تيقولوا وقيلا تاكلوا غيدير لمك الوجع، الوجع في الديمقراطيه، الوجع في حقوق الانسان، غتوقع لمك سريسرة وغتولي عبد اوتوماتيك، ما كتولي عبد. لا احتاج انا باش نهضر معاك، انا وانا ما كنهضرش مع صحاب هاد اللي كياكلوا الكبال ديال العلويه الخامجه، انا ما كنهضرش مع دين امك، انا كنهضر مع واحد الشرديمه مشرده وقليله، وانا متيقن رغم قلتها. في الآية قلة غلبت كثرة، شي الحزاق ديال حنا راه حيت ما كنهضروش باللاهوت، راه كنهضرو حنا ب ما عندك فين تهرب يا مسكينة. قلة عاقلة
وكثرة هبيلة، القلة هي الربح. وانت مع الخاسرين محمد الغامجة، لان انت بنيتي العرش ديالك على ديك الجهلة والقتلة والمجرمين. حنا بنينا العقل ديالنا هو اللي هو الباني، بنينا خطوات ثابتة. حنا قلنا لك هذيك الأرض مغربية ديالنا، وقلنا لك انت ماشي مغربي، يقول الكبال ديالك يقول لك يردك انت مغربي، انت ماشي مغربي، بل انت من قطاع الطرق والطران، ولكن تبين بانك انت صهيوني، انت ودوك الادارسة وهذوك الفوس صهاينة. شتو المرحلة ديال سلب الأراضي من الحوز، بدات في الحوز، دازو الكازا، هما دابا طلعوا السلا، وغدا غتسمعوا في القنيطرينة، الخراوات، وطنجة، طنجة وقعت فيها شحال هادي، وغاد فيها تسمعوها في وجدة، في بركان، في الناظور، في الحسيمة. أما نتوما جاي كان معكم اليهود، كان عندكم شي ملح؟ واش هاديك العربي كاع كاملة ديالهم مستوطنة إسرائيلية؟ ما فهمتوش بأن بن كيران، هادوك بن كيران يعني دابا هو الناطق الرسمي باسم الصهاينة ديال فاس، وماشي غير هو، كاينين بزاف، راه كاينين في التعليم، كاينين في وزارة المالية، كلهم صهاينة. وعندكم صهيوني في القصر، أزولاي ولا أزولولولاي يا ود، وهاد الكلام راه كيتكلمو لهجة، هذاك أزولا كيهضر شلعة، أنا أمازيغي هو كيهضر أمازيغية أحسن مني، شتي يا ود علاش قادين ولا؟ كيصليو معاكم عند أئمة رؤساء أحزاب والنقابات. ياود ياود هما ما غيضيعوش، هما ما غيضيعوش، هما كيأديو واحد المهمة، ستجازيهم الصهيونية والعلوية. قبل ما توصل لهم الصهيونية كتجازيهم العلوية. لا شفتوا عندكم التشكيلة الحكومية، وزراء كيشطحوا بول هبال ولا شي واحد، واحد اخر كان في الحبس محكوم، ولكن ولا وزير تخطيط، هذا يخطط لك انتم شعب، الله يدين امكم الا تستحقون اكثر من هذا الشيء. اللهم انصر العلوية عليكم، انصر الصهيونية عليكم يا ولاد الكلاب، يا القردة ديال امكم، مجموعة كاملة، المغرب ديال المغرب فيه لوزو حديقة الحيوان، بقاو غير القرودة ديال اثيوبيا، القرودة ديال الاطلس، القرودة ديال الصومالي، نعم الدين والدين امكم، جمعوا راسكم، راه الارض اللي واقفين عليها دين امكم غدا ما غتبقاش عندك فين توقف، والله ما عندك الحق فين تباركي طوموبيل ولا بشكليت ولا فين تسكن، ديالنا بعد منا اليهود الصهاينة فوسا والعلوية. العلوية في تقديري أنا الصهاينات أكثر من الصهاينة، أن في إسرائيل كاين ناس تندد، أنتم ما سمحتوا، هذه المغرب، الأمازيغية، البرلمان، الرئيس الصهيوني، الميكروب، غيجي كيعاير
هذوك الناس اللي كي يدافعوا على الارض ديالهم يعني كيعيرني، كيعيركم يا ولاد القحبات يا ولاد العايرات. كيعيرني انا، انا كندافع على الارض ديالي، انا ما داير لا حرب لا والو، وانا ماشي ارهابي بداك المفهوم، ولكن سنرهبكم بافكارنا. هذا هو المستويات اللي وصلت لها ايها المغاربه. خوتي عافاكم، هذا انحطاط، ما بعده انحطاط. وباقي كنسمع اصوات لا الملك ديالنا ترندي، لا تهضر، ما يقول لك ترند تي جي في والسمعه والميناء. رحمة الله، ماشي داك الله ديالكم، هذا الله ديال الوطن ديالي انا. كتعرفوا داك المقدم اللي عندكم الدرباش كنت الملكية هي المقدم عليكم كاملين، كتبيعك انت ليه؟ وكيقولوا عرفتي هاد الشاب شنو كياكل دابا، اش كيشرب، عرفتي الخلصه دي. بعتكم الجهه الاخرى، الاخرين عارفين عليكم كل شيء، كاع ما عندك، ما عندك ما تخبي، داك الشيء اللي كيعرفوا عليك عطاه. ولا ما عرفتش رحمة الوطن ولا غضبة الوطن. اعتذر الخوت، تحياتي و لنا لقاء مرة أخرى. واه ما عرفتش جاني كاع، يلاه تانكي شون بيتي شون أوي دزاين.